لم يعد خطر الحرب والمجاعة وحده من يتهدد اليمنيين، بل تجاوزه إلى الأوبئة التي أضحت تفتك بالملايين منهم. من الكوليرا إلى الدفتيريا، بات المرض مشهداً مألوفاً ومرعباً في أرجاء اليمن، يأخذ أرواح العديد من المواطنين في القرى والمدن. الدفتيريا، الموت الجديد، مرض معد قاتل يصيب الفم والأنف والعينين. سجلت أولى حالاته قبل أسابيع في محافظة إب، حيث تم تشخيص أكثر من 120 حالة سريرية وفق ما أكده بيان منظمة الصحة العالمية. المنظمة أوضحت أن من بين الحالات السريرية تم تسجيل نحو 14 حالة وفاة، أغلبها من الأطفال، في الوقت الذي يتهدد فيه المرض نحو مليون طفل آخرين معرضين للإصابة به. وتشير المنظمة إلى أن مخيمات النازحين في البلاد ستكون عرضة للإصابة بالمرض الذي تتزايد معدلات الإصابة به في الازدحام الشديد. ويرى مراقبون أن تردي الوضع الصحي في اليمن ساهم بشكل كبير في تفشي المرض في عدة مناطق يمنية خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي سيستمر إذا لم يتم وضع حلول عاجلة لمنع تفشي مرض الدفتيريا. ويقتضي الأمر بحسب أطباء سرعة إيجاد طرق أسرع لتوفير جرعات لقاح والتطعيم اللازمة لمكافحة الوباء. وفق منظمة الصحة العالمية، فقد أدى إغلاق التحالف العربي للمنافذ البحرية والجوية إلى منع لقاحات وأدوية كانت في طريقها إلى اليمن، وهو ما ينذر بكوارث إنسانية قادمة.